اهلا بيكم. انا صراحه كان نفسي الاضاءه تبقى احسن من كده، بس للاسف احنا مقطوع عندنا الكهرباء والميه بقالنا يومين. انا اسمي منار الهجرسي وانا عايشه في العوامه هنا بقالي 4 سنين مع اسرتي. الحكايه بدات من زمان قوي وانا في كليه الهندسه، كان عندي حلم لما كنت بصطاد في نادي النقابه هنا، كنت دايما ببص على العوامه وبحس ان انا يا ترى اللي ساكن فيها حاسس بايه، يا ترى ايه احساسك وانت ساكن وسط الميه؟ ده مكان جميل قوي وكان حلم في بالي. والدي كان بيحلم بحاجه زي كده برضو، كان يقعد يقول لي ربنا لما وصف الجنه قال جنات تجري من تحتها الانهار، فمفيش وصف للجنه اكتر من كده. فلما شفنا اعلانها من العوامه بصراحه كان كلنا يعني حابين الموضوع قوي وكلنا تمنينا ان احنا ننفذه يعني. فروحنا وكان عندنا شقق في مدينة نصر وكان عندنا عربية وكان والدتي واخدة مكافأة نهاية الخدمة ووالدي وكل سنين عمرهم وشقة عمرهم كله جمعناه وقدرنا ان احنا نشتري العوامة. العوامة دي ملكية خاصة يعني زي بالظبط زي العربية يعني، اشتريناها بورقها قانوني، واشتريناها على فكرة من ابن وزير العدل الأسبق يعني، كان ورقها مظبوط ومفيهوش أي حاجة مش قانونية. الصرف الصحي على المجاري بره في الشارع، مبيلوثش النيل، مفيش أي حاجة فيها مخالفة، وكنا بنجدد التراخيص سنويا زيها زي العربية بالظبط يعني، هي المركب زي العربية، هنا بنجدد التراخيص من المرور لكن هنا بنجدد التراخيص من الملاحة. فكنا كل سنة بنجدد التراخيص عادي. فاجئنا بقى سنة 2020 ان المحافظ اصدر قرار بايقاف تجديد التراخيص. طبعا احنا عشانناش ليه، بس هم قالوا لنا اصل هيتنقل للقوات المسلحة، اصل احنا لسه هنحاول ان احنا يعني احنا كل شوية يردوا علينا بحاجة شكل شوية وهيتفتح، اصل باب التراخيص بيتقفل ويتفتح. فاحنا انتظرنا وما كانش حد اصلا قايل لنا اي حاجة ان احنا ممكن نمشي ولا عندنا اي خلفية. اتفاجئنا يوم 20/6 بانذار قرار ازاله للعوامه. طب ايه يا جماعه ازاله ليه؟ عملنا ايه؟ اصلكم مخالفين. طب احنا مخالفين في ايه؟ مخالفين علشان معكوش ترخيص. طب احنا معانا ترخيص بس مش متجدد. لا ما هو انتوا مخالفين عشان بقالكم سنتين ما جددتوش ترخيص. طب ما انت واقف الترخيص من عندك. لا والله مالناش دعوه، مالناش فيك. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ لا ده انت كمان عليك غرامه 420,000 جنيه. ليه الغرامه دي؟ علشان واقف بقالك سنتين من غير ترخيص. طب ما انت اللي موقف تجديد ترخيص، مالناش دعوه. طب يعني هتدوني تعويض عن العوامه دي اللي هي شقه عمري وتعبي وكل ده؟ لا لا لا، تعويض ايه؟ احنا هنسحب العوامه هنشاونها عندنا في الري وبعدين هنبيعها خرده عشان نسدد اللي عليك، ولو ما كفاش ثمنها المبلغ اللي عليكم هنحجز على اموالكم في البنوك. فانت تحولت فجاه من واحد عايش مرتاح في امان في بلد واللي تعب فيها وحط فيها كل مدخراته لانسان مشرد مش عارف بكره هتقعد فين. يعني انا مش عارفه اودي العفش فين، وانا هروح اقعد في الشارع ولا هنروح نقعد فين؟ انا والدي حارب في 73، كنت متوقعه ان الدوله هتكرمه يعني، كان نفسه يعيش اخر ايامه مرتاح. ما كنتش اتوقع ابدا ان ده يبقى مصيرنا، ان الدوله تعمل فينا. انا مش عارفه. احنا حاولنا ان احنا نقدم استغاثات وحاولنا ان احنا نفهمهم وضعنا، بس ما حدش عايز يسمعنا وما حدش عايز يتنازل، وحتى مش مديني وقت ان انا اروح اعمل طعن واخد حقي بالقضاء وقف الازاله. ما فيش، قال لك تمشي في خلال اسبوع عشان اقدر اقدم اخد اي حق قضائي او حق قانوني مش اقل من اسبوعين عشان ينزلني جلسه. فانا بصراحه مش عارفين نعمل ايه ولا عارفين نروح فين. وانا اعتقد يعني ان شاء الله اخر يوم همشي من العوامه دي هيبقى اخر يوم في حياتي، عشان انا مش عايش يوم تاني بعد ما نمشي من هنا.